يا اهلا بيكم، سلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم هالة من قناة هالة حياتي، ورجعت لكم النهاردة في فيديو جديد. النهاردة هنعمله مع بعض حاجة تنفعنا في فطار، ممكن تتحط برضك في غدا، يعني برضك ممكن تحط طبق اضافي مع اكلة كده خفيفة في الغدا. الطريقة دي جميلة قوي وسهلة، خليكم معايا بقى عشان تعرفوا عملناها ازاي ومكوناتها ايه، وتابعوا معايا الفيديو للاخر، وما تنسوش بقى اهم حاجة معانا اللايك إيه طبعا، اللي مش مشترك عندي الزرار اللي تحت الفيديو على طول الاحمر، يدوس عليه ويفعل الجرس اللي جنبه عشان يوصله اي فيديو جديد انا بعمله. وخليكم معايا عشان نعرف المكونات بتاعتنا والطريقة بتاعتنا، ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا معايا بتنجانة طبعا زي ما انتم شايفين انا غسلاها، ومعايا طماطماية وفلفلاية وبصلاية وسط، يعني حاجات كلها بسيطة وخفيفة ايه زي ما احنا شايفين كده. هنعمله ايه بالطريقة بتاعتنا؟ هنشوفه دلوقتي. قشرت البدنجالة طبعا، قطعتها مكعبات صغيرة، وقطعت البصلة، قطعت الطماطم خرط زنطاطة، وقطعت الفلفل. حط بس ملح كده على البدنجان اول حاجة، طبعا انا شطفوها من الاول من قبل ما اقطعها، قشرتها وقطعتها، بحب اسيب حتت كده فيها يعني في القشر بتاعها، محبش اشيله كله. هنا انا معايا طاسه، ومعايا الطاسه اللي هحط فيها البتنجان عشان اقليه، هحط بس شويه زيت صغيرين يعني معلقه كبيره كده في الطاسه ديت. طبعا الزيت بتاعي بيسخن الحله ديت، هقلي فيها البتنجان. هسخن الزيت واقلي بقى البتنجان بتاعي اهو، حطيته عشان يتقلى. والطاسة بتاعتي بقى اللي انا حاطه فيها الزيت يسخن، هحط اول حاجة فيها البصل، طبعا انا قلت ان انا مقطعاه حتت صغيره يعني مش مفروم قوي، هسيبه طبعا لحد ما لونه يبقى حلو كده اصفر. وانزل بقى بالطماطم، خليه حبة بس كده الطماطم بتاعتي تستوى شوية. طبعا البدنجان لسه ما تحمرش، انا عايزاه يبقى كده لونه حلو فاتح ما يغمقش. اهو سيبه الطماطم اهي زي ما انتم شايفين ابتدت تتسبك كده وتتقل معانا. هضيف بس كده التوابل بتاعتي، هحط بس ملح، واحط فلفل اسمر وشطة، مش هضيف حاجة تانية، فلفل اسمر وشطة وملح، هو ده اللي انا هحطه بس. هنزل بقى اخر حاجة بالفلفل معايا، ده فلفل الوان يعني كان اصفر في الاصفر، ومعايا كده حتة صغيرة فلفل اخضر حطيتها. طبعا اللي بيحب الحاجة الحامية طبعا هيحط لو عايز فلفل اخضر حامي، دي حاجة راجعة بقى للرغبة بتاعت اللي بيحب الحامي. خلاص كده بقى مش هضيف حاجة، الطبق سهل زي ما انا قلت مفيهوش اي حاجة. بتنجال بتاعي هو انا طلعته وصفيته وطلعته، خليت لونه فاتح يعني انا مش عايزاه يغمق. هحط بقية البتنجال بس، هو ده اللي انا هعمله. هديها بقى تقريبا كده على بعض كله في قلب بعضه كده، ابتدي اقلبهم على بعض. طبعا طبق سهل جدا وينفع زي ما انا قلت في فطار، يبقى طبق حلو قوي كده مع الاكلة بتاعت الفطار يعني، وممكن بردك يتحط طبق اضافي في غدا، حاجة حرشة كده تفتح النفس.
في فاضل معايا بقى المكون الاخير اللي انا بحبه قوي في كل الاكلات بتاعتي. هنحط على الوش ايه بقى معايا هنا؟ هضيف جبنة، دي جبنة موتزاريلا، ومعايا حتت جبنة تركي، يعني ممكن تحطي بقى الطعم اللي انت بتحبيه في الجبنات، ممكن لو عندك شيدر، دي بقى بتديله في طعم جميل قوي كده وبتخلي الشكل بتاعه جميل برضك. هغطيها بقى شوية كده وهدي النار عليها، يعني مش هخلي النار عالية، لحد الجبنة كده ما تسيح زي ما احنا شفنا. وابتدي بقى ايه اقدمه في الطبق اللي هناكله يعني فيه. بس كده أكلة سهلة وبسيطة وسريعة مفيهاش أي تعقيدات، وجميلة جدا وحرشة جدا وتغيير طبعا. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم واكون عملت معاكم حاجة حلوة وطبق سهل وبسيط. ما تنسوش بقى كل اللي عجبه الفيديو ما ينسناش بقى في اللايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.